السلام عليكم، انا معتصم من قناه معتصم بالله مرابط. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكل جديد ان شاء الله. اليوم فكره المقطع، اننا نريكم طريقه اضافه شعار وطقم المنتخب الجزائري باسهل واسرع طريقه ممكن ان تشاهدها. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولندخل في صلب الموضوع. الخطوه الاولى، يجب ان يتوفر لك تطبيق اي متصفح مثل متصفح جوجل كروم، وبالطبع وبالتاكيد لعبه دريم ليج سوبر. الخطوه الثالثه، ندخل الى تطبيق جوجل كروم وتظهر لك هذه الواجهه. اذهب الى البحث هنا واكتب طقم منتخب 2023 دريم ليج سوبر، اضغط على هذا التطبيق، ثم تظهر هذه هي واجهة التطبيق، ثم تنزل ويظهر لك طقم منتخب الجزائري الأول، ها هو الشعار، وننسخ الرابط الذي فوق الشعار ونعمل نسخ سوبر، ونذهب إلى نادي خاص بي. بعد ذلك نذهب إلى تخصيص، بعد ذلك الشعار، بعد ذلك شعار مخصص، ادفع 75 جوهر، ثم اضغط ضغطة مطولة، ثم اعمل لصق تأكيد، ثم تنزيل الشعار منتخب جزائري بنجاح. والآن الخطوة الرابعة، الآن الطقم، هذا هو الطقم الآدي للعبة دريم ليج سوكر. والآن نحتاج طقم الحارس والطقم اللاعب. نذهب إلى مرة أخرى إلى جوجل كروم، ونذهب إلى الطقم الأول، ها هو، وها هو الرابط، نفس الطريقة، لك دفع 150 جوهرة، وعندما تدفع تظهر لك هذه الواجهة، وتضغط ضغطة مطولة، وتعمل لصق، ثم تأكيد، وتم تنزيل طقم المنتخب الجزائري الأول. يا جماعة، الطريقة الأولى نفسها، الثانية سهلة، وتم تنزيل الطقم الثاني سوكر، طقم مخصص، وتضغط ضغطة مطولة، تعمل لصق ثم تأكيد، وتم تنزيل طقم الحارس الأول. ولهنا لقد انتهى الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام.